مرحبا، تعرفون شنو يعني سيلولايت؟ مثل ما جاي تشوفون بالصورة، سيلولايت هو تجمعات الدهون تحت الجلد على شكل هيك، يعني مو حلوة، مو مرتبة يعني. وهاي المشكلة سببها انه احنا ما نتحرك او انه احنا سمان زيادة عن اللزوم. هاي المشكلة لها حل، لها واحد والمو حل واحد. اليوم جبت لكم حل للناس اللي ما تحب تلعب رياضة او شوي كسلانة او ظروفها ما تسمح لها، فهذا الحل يعتبر يعني مناسب لهم. اما بالنسبة للناس اللي تحب يعني تريد تتحرك وهاي يعني انه عندها الإرادة انه تلعب رياضة وتتحرك، فالأفضل أفضل حل للسليلايت هو الرياضة. أنا بالنسبة لي يعني جربت الحلين، الرياضة فادتني كلش 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 هواية بالتخلص من السليلايت. بس هذا الحل اللي راح نعطيكم إياه هو حل تقدرون تستخدمه بالبيت، حل مؤقت يعني، وإذا استمرتوا عليه راح تستمر النتائج، إذا توقفتوا عنه راح يرجع السليلايت بجسمكم. سويت لكم هذا الفيديو، روحوا شوفوه. قبل لا تشوفون هذا الفيديو عندي لكم تحذير، اللي عنده ضغط سكر دوالي ما يستخدم هاي الطريقة ابدا، ما تصير لهي الطريقة. اذا انت حامل استشير الطبيب، او على الاغلب اذا انتم عندكم اي مرض يعني اي مرض استشيروا الطبيب قبل لا تستخدمون هاي الطريقة، لان هاي الطريقة راح تخلي الدم يمشي بالعروق، يعني راح تمشي الدم هواية. فاللي عنده ضغط يعني ما راح تنفع لهي الطريقة ابدا، واللي عنده دوالي ايضا ما راح تنفع لهي الطريقة. اول شيء نجيب طاسة مثل هاي، نحط بيها ملعقة من القهوة وشوية عسل وشوية كريم مرطب أو لوشن مرطب للجسم، أي نوع ينفع. نخلط المكونات مع بعضها البعض، ولاحظوا أنه المكون الرئيسي بالخلطة كلها هي القهوة. القهوة تعمل على سيلان الدم تحت الجلد، وحتى من نحطها على جلدنا نلاحظ أنه تحت جلدنا صار لونه أحمر لأنه الدم بدأ يمشي تحت الجلد، وهذا الشيء كلش مهم أنه يذوب الدهون والشحوم اللي تحت الجلد. نجيب هاي الفرشات الخاصة بالسليلايت، راح أحط لكم رابطها بصندوق الوصف، ونجيب الخلطة على الفخذ. نعتبر أنه هذا الشيء الأبيض هو الفخذ، نوزع الخلطة على كامل الفخذ بإيدينا مثل ما تشوفون. طبعا هاي الخلطة غير مناسبة للي عنده ضغط وسكر ودوالي. نبدي بحركات دائرية من تحت إلى فوق، من تحت إلى فوق. هاي الخطوة كلش مهمة أنه تسوون من تحت إلى فوق حتى يروح الدم باتجاه القلب، فأبدا أبدا لا تسوون من فوق إلى تحت حتى لو كانت أسهل بالنسبة لكم. نقدر نروح بحركات دائرية أو حركات مستقيمة مثل ما تشوفون، ولكن حتى بالحركات المستقيمة نتحرك من تحت إلى فوق، أبدا ما نعكس هذا النظام من تحت إلى فوق. وتحذير مرة ثانية، هذا الشيء غير مناسب للي عنده دوالي وللي عنده ضغط وسكر، يفضل انه تستشيرون الطبيب وتسألوه عن امكانية عمل هذه الخلطة. طبعا هاي الخلطة راح تجيب نتائج مذهلة من اول استعمال، صدقوني. اتمنى هذا الفيديو يكون عجبكم واستفادتوا منه. كتبوا لي بالتعليقات اذا انتم عندكم هاي المشكله اللي هي السليلايت، وكتبوا لي شنو استفادتوا من هذا الفيديو. لا تنسون تنشرون هذا الفيديو بين صديقاتكم واصدقائكم حتى تعمل فائده. انطوا هذا الفيديو اكبر لايك بالدنيا، لايك كلش 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 كبير هالكبرى. واذا انتم مشتركين بقناتي ضغطوا على الزر الاحمر زر الاشتراك حتى تشتركون بقناتي توصلكم فيديوهاتي اول باول. واشوفكم ان شاء الله بالفيديو الجاي، مع السلامه.